أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات للصف الثامن على بركة الله. درسنا اليوم أعزائي الطلاب يتناول تمثيل البيانات الإحصائية. شوفوا البيانات الإحصائية كيف تستخدم. تستخدم الأشكال البيانية لتمثيل مجموعة من المعلومات، البيانات، بحيث يمكن قراءتها والمقارنة بينها في وقت أسرع وأسهل. إذن التمثيل البياني هو يعطينا مجموعة من البيانات أو المعلومات بحيث نمثلها في عدة صور، نشوفوا بعدين الصور اللي نمثل بها البيانات، وبالتالي نقدر نقرأ معلومات كثيرة في وقت أسرع وأسهل، اللي هي زي ما قلت لكم توجد طرق عديدة لعرض البيانات الإحصائية، منها في شكل بياني طبعاً. ولكن من المهم أعزائي الطلاب إن لما بنمثل بيانياً إن يوجد مقياس الرسم على شكل الشكل البياني. إذا فيه مقياس رسم، يعني مقياس للمعلومات اللي بنعرضها، وإلا يفقد الشكل البياني معناه. إذا لو ما عنديش مقياس رسم اللي هو مقياس للمعلومات التي يراد عرضها، لا يمكن قراءة المعلومات بشكل صحيح. نشوفوا أنواع التمثيل البياني. عندنا عدة أنواع، منها الطريقة الأولى اللي هو نقول عليه التمثيل البياني بالصور. إذا من اسمها معناها البيانات حتكون على شكل صور. شوفوا معاي، تستخدم فيه الصور لتمثل البيانات. شوفوا معاي مثال على التمثيل البياني بالصور. توضح الصورة البيانية الآتية، حناخد صورة ونشوفوا فيها البيانات، عدد أنواع مختلفة من وسائل النقل. إذن هنا المعلومات اللي هي بنتكلم عليها وسائل النقل التي مرت أمام المدرسة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً في أحد الأيام. إذن هنا نعتبر مقياس الرسم اللي هو عبارة عن شنو؟ وسائل النقل والزمن، هذا هو مقياسنا للرسم. فنشوفوا توا الصورة. إذن هذه الصورة تمثل عندي وسائل النقل. إذن هذه اللي هو الأول، حافلة وسيارة خاصة، سيارة نقل كبيرة وسيارة أجرة. به مقياس الرسم اللي هو يحدد لنا باش نقدر نعرف نقرأ البيانات إن كل سيارة تمثل ثلاث وسائل نقل، يعني هالسيارة هذه تمثل لنا ثلاثة إيش؟ ثلاث حافلات. إذن هذه تمثل لي ثلاث حافلات، وهذه ثلاثة، وهذه ثلاثة، وهذه ثلاثة. إذن هذا هو مقياس الرسم، إن كل صورة تمثل لي ثلاث حافلات. نشوفوا الأسئلة عليه. كم عدد السيارات التي مرت أمام المدرسة؟ إذن السؤال أنا يبي عدد السيارات اللي مرت أمام المدرسة. نشوف الرسمة هنا، نلاحظ هذه السيارات اللي نوعها حافلة، وهذه السيارات الخاصة، وهذه سيارات النقل الكبيرة، وهذه سيارات الأجرة، هذه يمثل عدد السيارات اللي مرت أمام المدرسة. فنش بندير؟ بنعد. هادو كم؟ أربع سيارات حافلة ولنا، ولكن مقياس الرسم أن كل سيارة تمثل ثلاثة. إذن الحافلات كم حيكونوا؟ أربعة في ثلاثة. السؤال الثاني، كم سيارة خاصة مرت أمام المدرسة؟ وين السيارة الخاصة اللي هي هذه؟ هذه مثل السيارات الخاصة. إذن جميع السيارات يمثلوا اللي مروا أمام المدرسة، الخاصة يمثلنا الرسم اللي هم خمس سيارات. شوفوا معانا خطوات الحل. في سؤال ثالث اللي هو كم سيارة نقل كبيرة مرت أمام المدرسة؟ إذن هنا عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول عدد السيارات بالكامل اللي مروا أمام المدرسة، معناها كل السيارات. السؤال الثاني يبي السيارات الخاصة فقط، إذن هذه السيارات الخاصة. السؤال الثالث يبي سيارات النقل، إذن هذه سيارات النقل. إذن باش ناخذ معلوماتنا صحيحة زي ما قلنا في السابق إنه يكون عندي مقياس رسم، عندي بيانات، باش نقدر ناخذ المعلومة الصحيحة.
إذا البيانات الحافلة والسيارة خاصة وسيارة نقل كبيرة وسيارة أجرة، أعطيني كم المقياس الرسم، هذه السيارة كم تمثل من عدد للسيارات. شوفوا خطوات الحال في سؤال رابع، كم حافلة مرت أمام مدرسة، إذا يبي كم سيارة خاصة وكم سيارة نقل كبيرة وكم حافلة. شوفوا خطوات الحال، الحال 42 سيارة، منين جتنا 42 سيارة؟ نرجع للرسمة، عندي سيارة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، إذا هذه 14 سيارة نضربهم في ثلاثة، لماذا؟ لأن كل سيارة تمثل لنا ثلاث سيارات مروا أمام المدرسة، إذا لما نضرب 12 في 3 بتعطينا 42، إذا 42 سيارة هذه تمثل اللي مروا أمام المدرسة. به الثاني سيارة خاصة 15 سيارة، حتى هي منين جتنا؟ نرجع للرسمة أهل خاصة، كم عندي سيارة؟ 1 2 3 4 5، إذا هادو خمس سيارات، ولكن مقياس الرسم يمثل لنا كل سيارة ثلاث وسائل، إذا هذا 5 × 3 حيعطيني 15، إذا 15 سيارة خاصة. به السؤال الثالث اللي هو يبي سيارات النقل الكبيرة، نفس الطريق 6 سيارات، كيف جبناها؟ نرجع للرسمة، النقل الكبيرة كم عندي؟ سيارتين، مقياس الرسم كل سيارة يمثل ثلاثة، إذا 2 × 3 بيعطيني 6 سيارات. السؤال الأخير اللي هو كم حافلة مرت أمام المدرسة؟ إذا نرجع للحافلة، الحافلة كم عندي سيارة؟ 1 2 3 4، 4 سيارات، نضربها في المقياس اللي هو كل سيارة تمثل ثلاثة، 4 × 3 أعطتنا 12. إذا هذه هي الإجابات، 42 سيارة مرت أمام المدرسة، 15 سيارة خاصة مرت أمام المدرسة، 6 سيارات نقل كبيرة مرت أمام المدرسة، و12 حافلة مرت أمام المدرسة. إذا أعزائي الطلاب شفنا نوع من أنواع التمثيل البياني اللي هو نقول عليه التمثيل بالصور، يعني نلقى في الجدول صور، الصور هذه مقياس لبيانات عندنا في المسألة اللي هي تتناول المعلومات التي نريد أن نعرفها. شوفوا النوع الثاني من التمثيل البياني، النوع الثاني اللي هو التمثيل البياني بالأعمدة. إذا تمثيل البياني بالأعمدة، شوفوا معايا أعزائي الطلاب، إذا بدل استخدام الصور، يعني الصور ممكن لبيانات بسيطة، قديش بنرسم يا أعزائي الطلاب؟ ممكن يكون أعداد كبيرة، إذا عوض عليها بالتمثيل بالأعمدة. إذا بدل استخدام الصور لتمثيل مجموعة بيانات، إذا ممكن نستخدم شنو؟ الأعمدة. والأعمدة هذه إما تكون رأسية أو أفقية، للحصول على بيانات دقيقة تستخدم ورقة مربعات. إذا باش تكون بياناتنا دقيقة جدا، حتكون الورقة اللي بنرسم عليها الأعمدة عبارة عن ورقة مربعات مقسمة إلى سنتيمترات مربعة، ثم إلى 2 مليمترات مربعة، يعني تكون الرسمة الصفحة اللي بنرسم عليها الأعمدة مقسمة إلى سنتيمترات مربعة، ومن السنتيمترات يعني كل سنتيمتر مربع مقسم داخله 2 مليمتر مربع، وبالتالي تكون البيانات دقيقة جدا. والشكل البياني للأعمدة يتكون من محورين أفقي ورأسي، اللي هي البيانات أفقية وبيانات رأسية. ناخذ مثال أعزائي الطلاب اللي هو يقول لك يوضح الشكل البياني الآتي نتائج مسح أجري على المدارس الصغيرة في أحد المناطق. نشوفه عطينا السؤال، العدد الكلي للمعلمين وعدد المدارس التي بها 5 معلمين. شوفوا توا كيف تم تمثيلها بيانيا وكيف نقدر ناخذ منها المعلومات. هذا التمثيل البياني بالأعمدة، إذا هذه الأعمدة هي البيانات اللي ناخذها. هذا الخط الأفقي اللي هو عليه بيانات اللي هو عدد المعلمين في كل مدرسة، إذا هذا يمثل 2 معلم في المدرسة، هذا 3 معلم، هذا 4، هذا 5 6، ما فيش مدرسة فيها 6 معلمين، هذه مدرسة فيها 7 معلمين. الرأسي يمثل عدد المدارس، يعني كم مدرسة فيها معلمين 2 فقط، كم مدرسة فيها 5 معلمين فقط،
كم مدرسة فيها 6 معلمين؟ ما فيش عمود، معناها ما عنديش ولا مدرسة فيها 6 معلمين. إذا شفتوا يا أعزائي الطلاب كيف نقدر ناخذ البيانات والمعلومات من الرسمة، بدل ما تتم كتابتها صفحة صفحتين ثلاثة باش ناخذ البيانات، لا، بالطريقة الإحصائية اللي هو التمثيل البياني نستطيع أخذ معلومات كثيرة في وقت أقل وأسهل. نشوفوا السؤال، شن كان السؤال أعزائي الطلاب؟ كان يبي العدد الكلي للمعلمين ويبي عدد المدارس التي بها 5 معلمين. إذا نبي العدد الكلي للمعلمين في كل المدارس، وهذه المعلومة الأولى. نجيل المعلومة الثانية شن نبي؟ نبي عدد المدارس اللي فيها 5 معلمين. إذا ناخذ العدد المعلمين في جميع المدارس. شوفوا معي أعزائي الطلاب، لو جينا للعمود الأول هذا عدد المعلمين 2، شن معناها؟ إن كل مدرسة فيها 2 من المعلمين. كم عندي مدرسة؟ هذا يمثل لي عدد المدارس. شوفوا العمود لوين منتهي؟ لعند رقم 2. شن معناها؟ معناها عندي مدرستين كل مدرسة فيها 2 معلمين. إذا كم حيكون عددهم هنا؟ 2 × 2 = 4، إذا 4 معلمين لنا مدرستين. العمود الثاني 3، شن معناها؟ يعني كل مدرسة فيها 3 معلمين. باهي كم عندي مدرسة فيها 3 معلمين؟ نمشي للعمود للخط الرأسي، وين ماشي؟ مناسب للأربعة، يعني معناها عندي 4 مدارس كل مدرسة فيها 3 معلمين، وبالتالي كم حيكون الإجمالي هنا؟ 3 × 4 = 12، إذا عندي هنا 4 وهنا عندي 12. نجي للعمود الثالث، شن يعطيني من بيانات العمود الثالث؟ يعطيني إن كل مدرسة في العمود الثالث عدد المدرسين 4 مدرسين. باهي نفس الطريقة، كم مدرسة؟ نجي للخط الرأسي، العمود وين يناسب؟ 3. إذا كم مدرسة أعزائي الطلاب؟ 3 مدارس. إذا عندي 3 مدارس كل مدرسة فيها 4 معلمين، وبالتالي إجمالي المعلمين في المدارس 3 حيكون 4 × 3 = 12، إذا عندي هنا 12 و12 و4. نجي للعمود الرابع، العمود الرابع يتكلم على عدد المعلمين 5، يعني كل مدرسة فيها 5 معلمين. باهي كم مدرسة؟ نفس الطريقة، لو نجي للعمود نلقاه يناسب 5، يعني عندي 5 مدارس كل مدرسة فيها 5 معلمين، وبالتالي إجمالي المعلمين في العمود الرابع بمعنى آخر في الخمس مدارس كم حيكونوا؟ 5 × 5 = 25. باهي زي ما قلنا بدري هادو عدد معلمين 6، هل عندي مدرسة؟ لا، ما فيش ولا مدرسة، طالما ما عنديش عمود معناه ما عنديش ولا مدرسة فيها 6 معلمين. باهي نجي للعمود الأخير، عدد المعلمين 7، يعني كل مدرسة فيها 7 معلمين. شوف كم عندي مدرسة؟ نمشي نهاية العمود ونمشي لعند عندي مدرسة واحدة فقط، مدرسة واحدة فقط فيها 7 معلمين، وبالتالي إجمالي المعلمين في العمود الأخير إنهم حيكونوا 7 معلمين. نجمعهم، هنا 7، هنا كم طلعناها؟ 5 × 5 = 25، وهنا 12 و12، وهنا 4. 12 و12 كم أعزائي الطلاب؟ 24. 24 ونزيدها 25 كم يعطينا؟ 49. 49 ونزيدها 4 3 وكم؟ تمام 53، نزيدها 7 تعطينا 60. نشوفوا الحل، إذا عدد المعلمين الكلي 2 × 2، 3 × 4، 4 × 3، 5 × 5، 7 × 1 لأنها مدرسة واحدة. هذه نتائج الضرب اللي هي ترتيب العمليات، نجري العمليات الكبرى ثم الصغرى ونجمع كم طلع لنا 60 معلم. إذا خدينا البيانات، يعني نبي مثلا يجي واحد يقول نبي عدد المعلمين 5 في كل مدرسة كم؟ نمشي طول للعمود هذا، إذا شفتوا طلعنا البيانات 5 مدارس 5، باهي عدد المعلمين 3، كم عندي مدرسة فيها المعلمين 3؟ نمشي لـ3، كم عندي؟ واضح يا أعزائي الطلاب؟ باه جيل المطلوب الثاني يبي عدد المدارس التي بها 5 معلمين، زي ما قلت توا 5 معلمين، وين نمشي للعدد 5 ونشوف العمود، إذا 5 مدارس بها 5 معلمين. باهي نبي مدرسة فيها 7 معلمين، مدرسة واحدة فقط. إذا هذا هو يا أعزائي الطلاب
التمثيل البياني بالأعمدة. وزي ما قلنا في البداية إن الأعمدة ممكن تكون رأسية زي مثالنا هذا، وممكن تكون أفقية. بدل الرسمة بالأعمدة بالطريقة هذه حتكون الأعمدة أفقية، هي نفس خطوات الحل يا أعزائي الطلاب، نفس الخطوات كيف ناخذ منها البيانات والمعلومات. شوفوا نوع ثاني من التمثيل البياني اللي هو نقول عليه التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية. طبعاً أعزائي الطلاب اخديتوا درس الدائرة، اخديتوا فيها اللي هو القطاع، زاوية القطاع والقطاع الدائري، وعارفين شنو هو القطاع الدائري. هو جزء من مساحة الدائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس، وبالتالي عارفين القطاع. إذن التمثيل البياني بالقطاع الدائري على طول من عنوانه معناها عندنا دائرة ومقسمة إلى قطاعات. شوف، إذن القطاع الدائري هي طريقة أخرى لتوضيح مجموعة من البيانات. إذن طريقة أخرى، حيث الدائرة الكاملة معناها البيانات كاملة، تمثل البيانات بالكامل. إذن الدائرة الكاملة تمثل الشيء بالكامل، والقطاع يمثل جزء من البيانات، يمثل لنا جزء. زي سابقا الرسمة بالكامل كانت كل البيانات، الأعمدة كلها تمثل جميع البيانات، زي لما أخذنا جميع المعلمين نفسها بالصور، كل الصور اللي عندنا تمثل جميع البيانات. هنا عندنا الدائرة تمثل لنا جميع البيانات، والقطاع جزء. كيف نرسم القطاع؟ يرسم القطاع بمعرفة زاويته المركزية. إذن لما تكون عندنا الزاوية المركزية للقطاع نرسم القطاع. طبعاً عارفين نجي لمركز الدائرة ونرسمها بالمنقلة ونحدد الزاوية، وثم نرسم نصفي القطرين فيطلع القطاع، حيث تحدد زاويته المركزية. إذن به كيف بنطلع زاويته المركزية؟ يعني ممكن أعزائي الطلاب تجيني مسألة يقول لك قطاع ربع الدائرة، إذا ناخذ ربع ونضربه 360 حيعطيني 90 درجة، أخذناها سابق، ربع الدائرة، خمس الدائرة، سدس الدائرة، وهكذا. ممكن يعطيني الزاوية مباشرة، يقول لك قطاع زاويته 120 على طول، نجي نرسم ونحط المنقلة، باهي يقول لك قطاع يساوي خمس الدائرة، إذا ناخذ الخمس ونضربها في 360 حيعطيني القيمة اللي هي 72 درجة، نجي نرسمها ويطلع القطاع. إذا ممكن القطاع تكون زاويته معلومة نرسم على طول، ممكن يعطيهولي في صورة نسبة، إذا نسبته بالنسبة للدائرة نضربها في 360 تطلع زاوية القطاع. ناخذ مثال اللي هو يقول لك المثال شنو، يوضح الشكل البياني الآتي كيفية قضاء نهلة كل 24 ساعة. احسب قياس زاوية قطاع الانتقال وعدد الساعات التي تعملها نهلة يوميا. إذا يبي الكافية نهلة كيف قضت ال 24 ساعة. إذا ال 24 ساعة هي المعلومة الكاملة، هي البيانات الكاملة اللي هي حتمثل لنا الدائرة بالكامل. إذا الدائرة بالكامل حتمثلني اللي هي ال 24 ساعة، يعني في خلال 24 ساعة كاملة هذا اللي دارته كل نهلة، شنو دارت؟ لعب ونوم وعمل وانتقال. إذا هذا كله في خلال 24 ساعة. إذا 360 درجة تمثل 24 ساعة. به نجو توا بناخذ زاوية الانتقال، إذا يبي قياس زاوية الانتقال. شوفوا معايا أعزائي الطلاب، هذه زاوية الانتقال، لاحظوا ما عليهاش درجات، يعني بنوجدها. مجموع الزوايا بالكامل حول نقطة 360 درجة. إذا ناخذ 360 ونطرح منها ال 210 ونطرح منها ال 120، الباقي هو زاوية الانتقال. إذا زاوية الانتقال 360 ناقص 120 ناقص 210، كم طلعت لنا؟ 30 درجة. به إذا زاوية الانتقال 30 درجة. يبي عدد الساعات التي تعملها نهلة يوميا. إذا نهلة وعمل 120، إذا يبي عدد الساعات 120 درجة، هذه زاوية القطاع. إذا من زاوية القطاع نطلع النسبة وبعدين نضربها في الزمن بالكامل اللي هو 24. إذا ال 120 على 360 تعطينا نسبة عمل نهلة بالكامل. إذا 120 على 360 تعطيني عمل نهلة
نسبته إلى 24، فتعطيني 120 على 360 لما نختصرها تعطيني 1 على 3، 3 نختصرها مع 24 تعطيني 8، إذن عمل نهلة حيكون كام؟ 8 ساعات. إذن هذا أعزائي الطلاب كيف نمثل بالقطاع الدائري. طبعاً بمجرد النظر نقدر نعرف أي وقت أكثر نهلة قضاتها في إيش؟ إذن واضح من الرسمة بدون حتى ما نشتغل إن المساحة هذه أكبر، إذن أكثر وقت قضاتها وين؟ في اللعب والنوم، بعدها العمل، وبعدها الانتقال يعني الحركة من مكان إلى آخر. النوع الآخر من البيانات التمثيل البياني اللي هو المدرج التكراري. المدرج التكراري يعني عندنا بيانات متكررة، إذن نلمها في مجموعة واحدة ونمثلها بالمدرج التكراري. شنو المدرج التكراري؟ يوضح المدرج التكراري هنا نتيجة دراسة مسحية عن الأطفال لكل أسرة في أحد المناطق السكنية، يبي شنو عدد الأسر التي تمت عليها الدراسة وعدد الكلي للأطفال. إذن تو نشوف المدرج التكراري يعني فيه بيانات متكررة أعزائي الطلاب، فناخدها في مدرج التكراري ونشوفوا كيف ناخد البيانات عليه. شوفوا معي، يعني بمعنى هنا صفر ما فيش أطفال للأسر، يعني بمعنى آخر أعزائي الطلاب متكرر عدد الأسر اللي هي عندها مثلا طفل متكررة أكثر من أسرة، ما عندهمش ولا طفل عندي أكثر من أسرة، طفلين أكثر من أسرة. إذن هذا نقول عليه المدرج التكراري هو شيء قريب من الأعمدة، ولكن نحط الأعمدة في جنب بعضها. شوفوا معي، هذه لو نلاحظ لي عندها أنا، يعني هذه عدد الأسر وهذا عدد الأطفال، إن 300 أسرة ما عندهمش ولا طفل، بنجو هنا 400 أسرة عندها طفل واحد، بنجو هنا 600 أسرة عندها طفلين، 400 أسرة عندها 3 أطفال، 200 أسرة عندها 4 أطفال، 100 أسرة عندها 5 أطفال. هو شنو المطلوب؟ نرجع نشوف المطلوب اللي هو يبي عدد الأسرة التي تمت عليها الدراسة، يعني بنشوف كم أسرة تمت عليها الدراسة وبعدها يبي العدد الكلي للأطفال. إذن هادو عدد الأسر، كم؟ 300 أسرة ما عندهاش ولا طفل، 400 أسرة عندها طفل واحد، إذن هنا 300 أسرة وهنا 400 أسرة 700، هنا اللي عندهم طفلين كم؟ 600، إذن بنضيفها لل 700، هنا 400 أسرة و 200 و 100، نجمعهم يعطينا عدد الأسر بالكامل اللي تم عليهم المسح. عدد الأسر هذه 300 اللي ما عندهمش ولا أسرة، 400 600 400 200 و100، نجمعوهم بالكامل كم طلعت أسرة؟ 2000 أسرة اللي هي جرى عليها المسح وطلعوا الأسر اللي عندهم طفل واللي عندهم طفلين واللي ما عندهمش أطفال. هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني عدد الأطفال. إذن عدد الأطفال طبعا ما ناخدش العمود هذا يا أعزائي الطلاب، لأن لاحظوا صفر ما فيش ولا طفل، إذن هنا كم أسرة؟ 400 أسرة عندها طفل، إذن ال 400 نضربها في الواحد، هنا كم أسرة؟ 600 عندهم طفلين، إذن 2 ضرب 600، هنا 400 عندهم 3 أطفال، إذن 3 في ال 400، 200 عندهم 4 أطفال، إذن 4 في ال 200 و 5 أطفال في كم؟ 100 أسرة، إذن 5% لما نضربهم حيعطيني 400 زائد 1200 زائد 1200 زائد 800 زائد 500، مجموعهم بالكامل 4100 طفل. إذن الأسر بالكامل اللي هم في أسر ما عندهمش أطفال، في أسر عندهم أطفال، فعرفنا عدد الأطفال الموجودين عند الأسر. أعزائي الطلاب ناخذ التمرين الآخر اللي هو يمثل نوع آخر من أنواع التمثيل البياني اللي هو التمثيل بالخط المنكسر. شوفوا مثال عليه. الخط المنكسر هو يقول لك شنو المثال؟ يوضح الشكل البياني المعطى عدد الدارسين المسجلين بدورة
علوم الحاسوب في إحدى الجامعات. إذن التمثيل البياني بخط منكسر بنطبق عليه مثال اللي هو عطينا بيانات على شني عدد الدارسين المسجلين بدورة علوم الحاسوب في إحدى الجامعات. شوفوا هذه البيانات، شن المطلوب، شن اللي بناخده من البيانات، شن المعلومات اللي نبيها، نبي عدد الدارسين في عام 2005 وعام 2008. شوفوا معاي هذا التمثيل البياني بخط المنكسر. إذا بدل ما مثلناه بأعمدة زي الأمثلة السابقة، التمثيل البياني بالأعمدة هذا نوع آخر اللي هو التمثيل البياني بخط المنكسر. نفس الطريقة من الضروري مقياس الرسم. أنا مقياس الرسم الخط الأفقي عندنا فيه السنوات، الخط الرأسي اللي هو عدد الدارسين في كل سنة. لو نلاحظوا 2002 عندي عدد الدارسين 50، 2003 عندي هذا مقياس الرسم 50 100، إذا ما بين 100 والـ50 50 جاية في النص معناها 25، إذا 50 و25 يعطينا 75. 2004 100 ومعها أنا من 100 إلى 150 معناها كل مربع، شوفوا 1 2 3 4 5 كل مربع يمثل لي 10، كم عندي مربع؟ 1 2 3 يعني هنا 30، ونزيدهم 100 حيكون في 2004 130. شوفوا معاي في 2005 اللي عندي هنا 150، بعدها مربع 2 3 4 يعني 190، وبالتالي نقدر نقرأ اي بيانات عليه الشكل اللي امامنا. لكن هو المطلوب في المسألة، نرجع ونشوف نتذكر المطلوب إنه يبي عدد الدارسين عام 2005 وعدد الدارسين عام 2008. إذا نمشي وين؟ ل 2005 2005 ونمشي رأسيا زي ما قلنا بدري شوية. مقسم هذا مقياس الرسم، أنا 50 دارس، هنا 100 هنا 150. لاحظوا من أنا الصفر إلى عند 50 معناها كل مربع كم عندي؟ 1 2 3 4 5 يعني كل مربع يمثل 10 أشخاص. إذا نرجع لل 2005 لو نمشي رأسي لعند هنا 150، لاحظوا قبل ال 200 بمربع، إذا ناقصة 10 من ال 200، إذا نقدر ناخذها من فوق ناقصة مربع معناها ال 200 ننقص منها 10 190، أو العكس من هنا 50 نزيد مربع 2 3 4، 4 مربعات 4 في 10 40 نزيدها لل 150، لأن مقياس الرسم عرفناه كل مربع يمثل لنا 10 أشخاص. إذا في 2005 اللي هو لاحظوا كم؟ 190. نجول 2008 ماشية لوين؟ لعند لاحظوا معي المربع هنا، المربع اللي أنا أعزائي الطلاب اللي هو 190 قلنا، هنا الإجابة 200 المفروض يفترض إنها لاحظوا معي أقل منها بمربع، إذا هذه اللي هي تنقص 10 فتعطينا 190. شوفوا معي 1 2 3 4 5 50، 1 2 3 4 5 50 100، 1 2 3 4 5 150، 1 2 3 4 5 200. إذا الـ200 لو كانت الإجابة 200 فتكون أنا أعزائي الطلاب، إذا هي الإجابة 190. نشوفوا 2008 اللي هي 400 شخص، لاحظوا أنا المربع ماشي بالشكل هذا اللي هي تعطينا هذه 400 ننقص منها مربع، لا شوفوا معي هذه 50 100 150 200 250 300 350، يعني العدد هذا المفروض يتحرك يجي هنا، ولا 400، إذا الإجابة 400 شخص. التمثيل البياني بمخطط النقط، إذا نوع آخر من المخطط اللي هو مخطط النقط، التمثيل البياني. شوفوا معي شنو هو مخطط النقط؟ من اسمه إن بنستخدم نقط، إذا يستخدم مخطط النقط بوضع نقط، إذا بنوضع نقط أو دوائر صغيرة لتمثل البيانات، إذا هالنقط أو الدوائر حتعطينا بيانات.
عليه محور يوضع عليه مقياس الرسم. إذا المحور حيكون عليه مقياس الرسم ونحط عليه الدوائر اللي هي حتكون بيانات. ويستخدم مخطط النقط عندما توجد بيانات قليلة. إذا مخطط النقط عندما تكون عندنا بيانات قليلة زي ما خدينا أول نوع اللي هو الصور، وفي حالة وجود بيانات كبيرة زي ما خدينا بعدها اللي هي تمثيل البيان بالأعمدة والمدرج التكراري والخط المنكسر، أنا يمكن استخدامه زي ما قال لك استخدام المدرج التكراري. إذا للبيانات الكبيرة الأفضل استخدام المدرج التكراري أو الأعمدة أو الخط المنكسر، بيانات قليلة نمثل بمخطط النقط أو بالصور اللي خديناها في أول نوع من تمثيل البيانات. عندي مثال يقول لك مخطط النقط الآتي يبين عدد الأطفال لكل أسرة في مبنى سكني. شوفوا أهو هذا مخطط النقط. شو بتلاحظوا أعزائي الطلاب؟ هذا محور أفقي عليه مقياس الرسم اللي هو عدد الأطفال لكل أسرة. صفر معناها ما عنديش ولا طفل. هنا طفل واحد، طفلين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لاحظوا خدينا في المدرج التكراري اللي هو عدد الأطفال وكانت أعداد كبيرة بالمية والمئتين وصلت للألفين. هنا شوفوا هذه حتكون أعداد بسيطة، أعداد قليلة. إذا أنا يقول لك اللي هو عدد الدوائر يمثل عدد العائلات، كل دائرة تمثل عائلة. به نشوفوا كم عائلة مجتمعة في المبنى، ما عدد الأطفال جميعا، ما متوسط عدد الأطفال لكل أسرة. إذا الدوائر تمثل لنا العائلات. باهي نشوفوا عدد العائلات، عائلات هذه ما عندهمش ولا طفل، كم واحدة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يعني عندي ست عائلات ما عندهمش أطفال. باهي هذه واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس عائلات عندهم طفل واحد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع عائلات عندهم طفلين. باه هذه كم؟ أربع عائلات عندهم ثلاث أطفال، عائلتين عندهم أربع أطفال، عائلة واحدة عندهم طفل واحد. إذا كم العائلات المتجمعة؟ نجمع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، أحداش، أتناش، تلتاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، تمنتاش، تسعتاش، عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين. إذا كم أسرة عندي؟ خمسة وعشرين عائلة. إذا شفتوا يا أعزائي الطلاب إن مخطط النقط يستخدم فيه البيانات القليلة وليست البيانات الكثيرة، قلنا استخدامها في المدرج التكراري أو الأعمدة. ما عدد الأطفال جميعا؟ بنشوفوا توا عدد الأطفال، هذه كم عائلة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس عائلات عندهم طفل واحد. إذا هنا حيكونوا خمس أطفال. به هنا كم عائلة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع عائلات عندهم طفلين. إذا حنضرب اثنين في السبعة يعني 14 طفل. أربع عائلات عندهم ثلاثة، إذا أربعة في ثلاثة ب 12. عائلتين عندهم أربعة، أربعة في اثنين بثمانية، عائلة واحدة يعني خمسة، ونجمعهم إذا يجي مجموعهم كم؟ 44 طفل. أربعة وهذه ثمانية، خمس عائلات وثمانية 13، هادو أربعة في ثلاثة ب 12 و 13 يعطينا 25، هذه سبعة في اثنين ب 14 اللي هي 25 و 14 يعطينا 49، 39. هنا 1 2 3 4 5، خمس عائلات عندهم، كل عائلة عندها طفل يعني خمس أطفال، 39 نجمع لها الخمسة يعطينا 44 طفل. نجول للمطلوب الثالث اللي هو متوسط الأعداد. إذا المتوسط عارفين شنو بيساوي المتوسط؟ مجموع البيانات على عددها، من هم البيانات اللي هم عدد الأطفال على عدد الأسر، 44 على 25، إذا متوسطها 1.76% طفل. طبعا هي تقريبيا حيكون طفلين لكل أسرة المتوسط اللي هو أوجدناه. النوع الأخير اللي هو التمثيل البياني بمخطط الأصل والفرع. اسمه أصل وفرع، يعني عندي العدد
بنجزأ إلى أصل وفرع. شوفوا معاي كيف حنجزأ. في مخطط الأصل والفرع تقسم أرقام العدد إلى مجموعتين، المجموعة اليسرى تسمى الأصل وتشمل رقم العشرات أو المئات أو المئات والعشرات، والمجموعة اليمنى تسمى الفرع وتشمل رقم الأحاد أو الأحاد والعشرات. شوفوا معاي في الشكل المقابل مخطط الأصل والفرع لعدد أيام الإجازات لبعض الموظفين خلال أحد الأعوام بإحدى الشركات. شوفوا معاي هذا نقول عليه مخطط الأصل والفرع. لاحظوا العمود اللي في الطرف الأيسر فيه رقم واحد، معناها هذه أرقام العشرات وهذه تكون أرقام الأحاد. لو عندي هنا رقمين معناها عشرات ومئات، وهنا تكون الأحاد، أو ممكن نخلي هنا المئات وبالتالي تكون الأرقام عشرات وأحاد. إذن مخطط الأصل زي ما قلنا نقسمه إلى جزئين، فرع أصل وفرع فرع. الأصل حنكون فيه الرقم، لو العدد مكون من رقمين أحاد في الأصل والعشرات في العشرات في الأصل والأحاد في الفرع، أو مثلا متكون من ثلاث أرقام لك الاختيار عزيزي الطالب. إذن ممكن الأصل يكون فيه رقمين معناها مئات وعشرات، والفرع يكون فيه أحاد. ممكن الأصل تدير فيه رقم واحد معناه تدير فيه المئات، والفرع حيكون فيه العشرات والأحاد. تمريننا اللي عندنا ما فيش أعداد مئات، كلها عشرات وأحاد. إذا قسمنا الأصل درنا فيه العشرات والفرع درنا فيه الأحاد. إذا هذه مثل لما ناخذ صفر معناها الأرقام هذه كلها عندي خمسة وعندي أربعة وعندي واحد وعندي اثنين وعندي تسعة، هذا عدد موظفين. باهي نجول اللي تحت عندي واحد معناه واحد شني عشرات، إذا واحد عشرة معاه ثلاثة أحاد يعني هنا حيكون 13 موظف، هنا صفر في الأحاد يعني 10 موظفين، هنا حيكون 16، هنا 15 14 16 18. هنا العشرات 2 معناها العدد حيكون 29، 22 22 21 25. هنا العشرات 3 اذا 30 38 33 32. هنا 4 يعني 4 عشرات 41 45 42 41. هذه كيف نطلع الاعداد. باهي يبي عدد الموظفين الذين تم تمثيلهم، يعني هذا يمثل عدد الموظفين. إذا ناخذ الأعداد وش ندير لها ونجمعهم، اللي هم عدد الموظفين اللي هو عدد أيام الإجازات، الموظف الأول في موظف أخذه 5 أيام، في اللي أخذه 4، في اللي أخذه يوم، في اللي 2، في اللي 9، في اللي أخذه 13 يوم، في اللي أخذه 10 أيام. إذا هذا يمثل اللي هنا يمثل عدد الموظفين. لو نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. يعني 25 موظف. فيه موظف اخذه 41 يوم إجازة، في اللي اخذه 10 أيام، في لاحظ متكرر 6 و6 معناها 2 موظفين اخذوا إجازة 16 يوم 16 يوم. نفس الطريقة 22 22، نفسها هنا عندي تكرار ثاني 41 41. إذا هذه التمثيل لعدد الأيام الإجازات، كم موظف؟ 25 موظف. يبي أقل عدد من أيام الإجازات، إذا بنشوفوا أعد أي موظف أخذ إجازة أقل. إذا لو نلاحظ هذه أقل قيمة هنا، لأن ما عنديش عشرات، هنا عندي 10، معناها إذا البيانات اللي موجودة هنا هي أقل بيانات، أقل عدد فيهم هو أقلهم، إذا هو الواحد. لاحظوا إذا أقل إجازة كانت يوم واحد، يعني فيه موظف أخذ إجازة يوم واحد فقط. أكبر عدد من الأيام، إذا بنجي للعشرات الأربع على طول، لأن هذه 10 20 30، ما نفكرش في اللي
داخل الأعداد، لا، طالما وين أصغرهم؟ الصفر، ما فيش عشرات، ونجي لأصغر عدد هنا موجود، إذن هذه أقل عدد إجازات. أكبر إجازات نمشي للأكبر في الأصل اللي هي الأربعة، عشان تمثل عشرات يعني 40، ومعها هذه 41، 45، 42، 41، إذن أكبر إجازات اللي هي مع الخامسة يعني 45. شوفوا معي، أقل عدد من أيام الإجازات هو يوم واحد زي ما قلنا، أكثر عدد من الإجازات هو 45 يوم. إذن هذا التمثيل بمخطط النقط أعزائي الطلاب. أخذنا التمثيل البياني وعرفنا فوائد التمثيل البياني، إن نتحصل عليه كمية كبيرة من المعلومات في وقت أقل وطريقة أسهل وأسرع، وعرفنا فيه عدة أنواع للتمثيل البياني. التمثيل البياني لمعلومات قليلة نستخدم التمثيل بالصور أو بمخطط النقط، تمثيل بياني لأعداد كبيرة نستخدم التمثيل البياني بالقطاعات أو المدرج التكراري أو الخط المنكسر أو القطاعات الدائرية. وإلى هنا أعزائي الطلاب ننهي حصص مادة الرياضيات للصف الثامن. الحصة القادمة بإذن الله حناخد بعض التمارين اللي هي موجودة عندكم أعزائي الطلاب في المذكرة والحلول في نهاية المذكرة. سنتناول هذه التمارين ونتناقش على طريقة حلها، ولكن الحلول موجودة لديكم في المذكرة. إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.